راه ديما من سنين هو هكا. من نهار عقلت انا من صغري انا جبت نهار تزادت عندي البنيه بينا ندوزو من هنا لقيناها مسدوده، راه البنت تزوجت وذات وليدتها، وراه هاد الناس هادو راه لا اله الا محمد رسول الله، راه من سنين وهادشي ديما هكا. راه ما حنا ما بغيناش يديروا لنا المهرجانات ويديروا لنا الشيخات والمسائل. هذه راه نقطه سوداء هنا في هاد البلاصه. راه حنا دابا بينا غير ندوزوها، الناس كدوز بغا ديال التشيره، راه خصها الدور من لا بيرغولا باش يدخلوا. هو الازدحام دابا في لا بيرغولا، الناس من غادي تدوز راه حرام عليهم هادشي اللي كيديروا. يديروا يبدلوا هادشي قوات كما بدلوهم فين زكان بطار راس في المسائل، يبدلوا حتى هنا. ولا اله الا محمد رسول الله. الشارع حاليا المواطنين كيعانيو مع هذا الشارع اللي هو مده 20 عام ولا 15 عام وهو داير بحال هكا. المشكل في هذا الشارع هو واد الحر ديالو، بحال الا قلتي واد الحر صغير ومضيق وقديم، يعني هذا الشارع خاصو يتعاود ازيرو. كيوقع الفيضان هنا بالضبط، هنا كيوقع فيه الفيضان، هنا مشكله، هنا نقطه سوداء. كل موسم ديال الشتاء كتكون هنا واحد النقطه سوداء، يعني المواطن كيضطر باش يمشي يجيب الدوره من قرطه حنا، ولكن كاع الناس اللي مساكن كتلقى دابا فهمتي كيقول نغامر، كيغامر كيدوز في هذا الشارع وكتبروك عليه السياره ديالو، كيصدق خسر عليه السياره ديالو، كيصدق كيقلب على الديباناج. يعني حنا كنتمنوا ان شاء الله باش هاد المشاكل ما يتكررش. دابا حاليا شفنا خمسه ديال السيارات ديال المواطنين خسروا لهم هنا، كاين اللي عنده السياره الله يحسن العوان دايره 120، كاين اللي عنده 80 مليون، يعني دوك السيارات ديال اوتوماتيك ملي كتدخل لهنا راه كتوقف. يعني شكون المضرور في هاد الشيء كامل والخاتمه ديالو هو المواطن، المواطن هو اللي مضرور. ونطلب الله الله يهديهم هاد الناس، راه دائما لوكرات يكونوا محلولين ما تيقادوهم، الله يهديهم. وبزاف في هاد الشارع هذا ديال الفيصل، شوف دابا الشتا كاينه، راه تيبان لك كلشي بعينك دابا، راه كلشي تيبان بعينك. واخا شويه الشتا وشوف شوف كي دايره، الله يهديهم اودي. تنطلب الله الله يهديهم على هاد الشتات هادي. صافي خصنا ندورو من الرومبان ديال لاشالي ونتمشو مع الطريق الكبيره تاع اللي تدي هاد الشارع الكبير. هاد الطريق ديما كتسدى كثر من 20 عام هادي، وهي ديما كتسد. هنا طاحت الشتا، شكون خدا بالستاسيون كندوز من هنا ديما كنشوفها. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.